بدعوة من جامعة بن طفيل تشرفت اليوم بلقاء دار افتتاحي لتكوين الدكتوراه. الموضوع هو الإعلام الرقمي والتواصل السياسي بشكل عمومي. اللقاء كان فرصة للتوقف عند مختلف الإشكالات المرتبطة بالتواصل السياسي عموما والإعلامي، وطبعا كان تفاعل إيجابي قوي من طرف مختلف المتدخلين. والهدف طبعا هو الانفتاح اولا على الجامعة كفضاء للفكر والمعرفة والتفكير، وثانيا للاستماع الى يعني مختلف التدخلات والانطباعات والافكار والتصورات التي يحملها الطلبة ومعهم الاساتذة. مواضيع من هذا الحجم بهذه الحمولات مكانها الطبيعي هو الجامعة، باعتبار ان الجامعة كيفما قلت تمتلك مقومات كبيرة جدا لدراسة مختلف الإشكالات، سواء كانت إشكالات سياسية أو رقمية. التواصل بشكل عمومي ليس وظيفة سهلة، لكن المفروض هو أنه الفاعل السياسي يجب أن يمارس جهدا أكبر، لأنه الانتظارات اليوم بحكم التحولات اللي عرفتها بلدنا ومعها العالم تتطلب من الفاعل السياسي أن يتواصل بشكل أكبر وبشكل جدي وبشكل أعمق. فالسياقات تختلف، وتيرة التواصل أيضا تختلف. السياق الحالي هو سياق يتطلب مزيد من التواصل، هذا أكدنا عليه مرة أخرى، وطبعا الحكومة لا تدخر أي جهد في هذا المجال هذا. لكن يبقى السؤال هو يعني الحجم ديال الانتظارات اللي في كثير من الأحيان تكون كبيرة جدا، لكن هناك حرص وهناك توجيهات من السيد رئيس الحكومة لإعلاء هذا الموضوع كل الأهمية التي يحتاجها. خلاصة من هذا الدرس هذا هو أنه الجامعة تمتلك أجوبة كبيرة جدا لمختلف هذه الأسئلة، لذلك كان هذا اللقاء لقاء مهما مثمرا، وسوف أكون سعيدا مرة أخرى لدعوة من هذا النوع. شكرا لكم. سيد وزير، بخصوص الدواوات ديال وزازات التعامل معهم كيفاش كانت؟ ما سمعنا البارح كان واحد، كانت توجيهات ملكية سامية في هذا الاتجاه، هذا صاحب الجلالة عبر أعطى توجيهاته باش ان شاء الله يتم التعامل مع هذه يعني الظاهره الطبيعيه بكل الجديه، ويعني الوقوف الى جانب المواطنين.